بسم الله توكل على ربي. عزكم عزكم الغزال دماي ماتت في سبعة أشخاص توفوا هنا. وهذا الحاسة شحال فيه المترا؟ 27 مترا. وهذه تدخل أكسجين لتحت. يا الله لو كان القادة بنديه. كل هذا من أجل هذا الذهب اللي راه بين يدي. السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. هذا الفيديو هذه مهمه بالبزاف بالنسبه ليا شخصيا، باش قدرت نلحق لهذا المكان لمده 10 ايام وانا نحوس على ناس اللي عرفتهم في موريتانيا باش يربطوني بناس واحد اخرين اللي لحقوني لهاد المنطقه هذه باش نعيش التجربه هذه. كما شفتوا في المقدمه راح نتكلموا على موضوع تنقيب الذهب في موريتانيا، وانطلاق رحلتنا الاستكشافيه راح تكون من مدينه الشامي او كما تلقب بمدينه الاحلام الذهبيه. وهذه المنطقه هي جد حاره خاصه في فصل الصيف، مع ذلك اصبحت مع الوقت اكبر قبله لمنقبي الذهب في موريتانيا. لحد ساعه ما زعما باليش كيفاش راح يكون البرنامج، الحمد لله كاين انسان اللي راح نكون معاه في هذه الرحله هذه اللي اسمه يحيى. ما على باليش راح نريح هنا يوم يومين ولا ثلاث ايام، الله اعلم. على بالي باللي باش نروحوا المكان تاع تنقيب الذهب راح نمشيو حوالي واحد 100 كيلومتر على هذه المنطقه اللي راني فيها. السلام عليكم. والله الحمد لله. من وينك؟ قراره الجزائر. بدايه مغامرتنا في الشامي راح تنطلق على متن هذه السياره رباعيه الدفع اللي راح تاخذنا الى مكان تنقيب الذهب المتواجد في وسط الصحراء واللي يسموه قراره سنين، ويبعد على مدينه الشامي بحوالي 120 كيلومتر. يا الهي، واخيرا الحمد لله يا ربي وصلنا المكان اللي جينا على جالو مدة 3 ساعات حنا نمشيو في الصحراء. واش تخيلوا شحال متحمس، خاطر هذه التجربة قبل ما نجي لموريتانيا كنت نحوس عليها. ربي لاقاني بالناس اللي لازم، ان شاء الله يا ربي نعيشوها كما لازم الحال. بعد ما وصلنا لمجهر التنقيب اللي سميوه قرارة سنين ورحبوا بنا منقبي الذهب اللي يخدموا تما ربي يحفظهم، أول حاجة ميزتها في المكان هذا هي الظروف المعيشية الصعبة اللي يعيشوا فيها منقبي الذهب. وفي هذه الخيمة جد بسيطة راح تكون أول ليلتنا بإذن الله. قوم جاي يتمشى من عند يركب مع حمود، ولد حمود هذا ليلتنا الأولى في الخيمة هذه اللي متواجدة وسط الصحراء كانت صعبة نوعا ما، خاصة بعد ما صب علينا المطر طول الليل وكل شيء تبلل من ملابسنا حتى الفراش اللي كنا راقدين فيه. وهذا الشيء جانب صغير فقط من معاناة المنقبين وقساوة معيشتهم في مجاهر تنقيب. وللمعلومة فقط، كاين ناس تريح حتى 6 أشهر في هذه الأماكن من دون العودة إلى المدينة ولا لأهلهم، سعيا للعثور على المعدن الأصفر. في الآخر ليلة جازت الحمد لله، بصح المشكل وين راهو؟ المطر هذيك تصب ما تساعدهمش على عملية الحفر، التراب يكون مشمخ تما يستناو حتى وين يشف التراب باش يعاودوا عملية الحفر. لحد ساعة رانا في منتصف النهار وطلت الشمس، وإن شاء الله على كل حال تنشف هذه التربة هذه باش يكملوا عملية الحفر، ونحاول نشارك معكم كل هذه المراحل والطرق إن شاء الله فيها خير على كل حال. وأنا إذا قدرت نقعد 5 أيام 6 أيام نعيشها لهنا حتى وين نوثق لكم عملية التنقيب عن الذهب من البداية للنهاية إن شاء الله. وبعد ما انتظرنا مدة معينة شفنا باللي مستحيل يقدروا يخدموا المنقبين نظرا للأمطار الغزيرة اللي صبت، تراب ما حبش ينشف، ولهذا فضلوا يرتاحوا ويهيئوا نفسهم لليوم الموالي بإذن الله. صباح ربي، قبل ما تبدا الرحله لازم لنا الشاي 3 كيسان قبل ما تبدا الربع. 3 الله يعطيك. اليوم الحمد لله يا ربي خاوتي الشمس راهي كاينه، تما راح تكون عمليه تنقيب باذن الله. السلام عليكم.
واليوم ان شاء الله راح نكتشفوا مع بعض انواع التنقيب اللي هما ثلاثه. ايوا الاول التنقيب البدائي، ثاني التنقيب بالماكينات، والثالث التنقيب بالحفر. الاليات الكبيره. بالنسبه للنوع الاول من انواع التنقيب اللي هو التنقيب البدائي اللي راح نكتشفوه دوكا مع صديقنا، هذا التنقيب هذا يتطلب جهد كبير، وبهذه العمليه هذه اللي يقدروا يعرفوا العرق اللي يخليك تلقى فيه النسبه تاع الذهب. العرق هذا، عرق هذا، هذا هو هذا. عملية الأولى هذا تبين العرق، العملية الثانية تحكم العرق تحطه هنا، بعد تحطه في الصفاية الكبرى. ان شاء الله يكون مربوع عليك، ان شاء الله الحاسي هذا يكون فيه الخير ويجيب لك خير كبير. هذه احنا رانا سبه في الدنيا هذه، والرزق على ربي. هذه هي عبد الله، ارا نعاونك، ارا ندرس، ارا ارا يا ودي ندرس، حتى انا ندرس. غير انت اللي تدرس ولا؟ وبعد ما يستخرج العرق من تحت التراب على شكل حجارة، ناخده منه عينة صغيرة ونطحنها بالمهراس يدويا حتى تصبح غبار، وبعدها نضيف لها الماء. ومن خلال هذه العملية كي نشوفوا تراكم نقاط صفراء صغيرة في آخر الإناء كما رانا نشوفوا هنا، معناها هذا المكان فيه نسبة من الذهب، ولهذا لازم يكرر نفس العملية الأخ بكاي مع عينات مختلفة باش يتأكد بأن هذا المكان يستاهل يستثمر وقته وجهده فيه سعيا لإيجاد أكبر كمية ممكنة من الذهب. النوع الأول من أنواع التنقيب شفناه مع الأخ بكاي، ربي يوفقه على كل حال، وإن شاء الله الحاسي هذا يروح بعيد ويربح منه إن شاء الله. وبعدها مشينا مباشرة عند أحد المنقبين اللي ضيفنا عنده على وجبة الغداء، ربي يحفظه، وفي نفس الوقت استغلينا وقتنا في الخيمة باش نرتاحوا ونصلوا صلاتنا. على كل حال أغلبية المنقبين يتوقفوا على العمل بين الظهر والعصر. حان الوقت باش نروحوا نكتشفوا الطريقة الثانية من التنقيب، وباش تعرفوا برك بين الظهر والعصر علاش ما يخدموش، خاطر الحرارة اللي هنا تكون مرتفعة جدا، تلحق حتى 50 درجة وفما فوق، تسمى هذيك المرحلة يخيروا يرتاحوا باش وشنو يبداوا بعد العصر حتى قريب المغرب. دوكا راح نكتشفوا الطريقة الثانية قلت لكم عليها، تنقيب عن الذهب السطحي، وهذه العملية تكون بواحد الوسائل خاصة اللي راح نشوفوها مع بعض. أعماق الأرض واللي راح نشوفوا التفاصيل تاع هذه العملية في الطريقة الثالثة، دائما يبقوا جبال تاع التراب المستخرج من تحت الأرض، وفيه اللي راح يبحثوا المنقبين عن الذهب باستعمال الجرافة وأجهزة خاصة اللي راح نتعرفوا عليها أكثر. بسم الله. هكذا. إيوا هكذا. هذيك السماعة كيفاش؟ بعد هذا السماعة هكذا إيه، تريح تسمع واحد الصوت طيط طيط. إيوا. وباش تعرف بلي ذهب واش تقول لك؟ تقول الصوت يرتفع. الصوت عنده ذبذبة. وهذه اللي من تصلح؟ هذيك تساعدك في التعب تاع يدك. تنقص الثقل عليها. كان نلقى الذهب نديه، لو كان نلقى الذهب نديه. هذه مشكوك فيها. الجهاز هذا اللي راهو بين يدي هو من اجود يعني الاجهزه في المجال هذايا، يسميوه ميني لاب 7000، وكاين جهاز اخر اللي يسميوه هنا يسميوه الوحش، هذا يسميوه ميني لاب 7000. وهذا اللي هنايا النصف الامامي فيه ذهب، شريحه من ذهب. نعم. تما كي يلتقي بالذهب تحت الارض. نعم. يبعث لك ارسال، ارسال باللي ساتليت الاقمار الصناعيه. ايوه. بالنسبه للجهاز الثاني اللي قلت لكم عليه اسمه وحش الذهب، الميزه تاع هذا الجهاز هذا عنده واحد الشاشه، من هذيك الشاشه نعرفوا اذا هذا ذهب ولا هذا حديد.
باش تعرفوا هذا حديد وهذا ذهب. هنا في الشاشه تاعو راه يقولنا بلي كاين الحديد وهنا الذهب. كي يكون الحديد هاد الشاشه هادي تروح منها استغلوا بك يروح للحديده مشي على الحديد استغليتو كيفاش تروح للحديد شوف كي راح للذهب مشي على الذهب ايوا استغلوا كيفاش راح للذهب. اسمها هذه هي الميزه تاع هاد الاله هذه على بها سموا الاله هذه وحش الذهب. بارك الله فيك يعطيك الصحة ربي ينورك وان شاء الله في الخير عليا ان شاء الله تلقى كيلو غير بهذه ان شاء الله ربي يعينك الله يحفظك الله ينورك. الطريقة هذه للبحث عن الذهب ماشي دائما تكون فيها نتيجة إيجابية بالرغم من مشقة العمل. تخيلوا يبداو يوميا من طلوع الشمس حتى غروبها وفي الأخير كاين اللي يلقاو بضعة غرامات كما هذا وكاين اللي ما يلقى ولا شيء. لكن هذا ما يمنعهمش باش يبقاو دائما يمشوا على نفس الوتيرة سعيا للعثور على أكبر كمية ممكنة من الذهب. في هذا المكان هذايا قلت لكم كيكون نفهمي باللي راني رايح ما على باليش هل راح نريح اليوم بسبب الامطار اللي صبت ما عادش نقدروا نخرجوا من المكان هذا غير اذا جا السحاب وطلت هذيك الشمس المحرقه هذيك تنشف شويه الارض بالك لعل وعسى نقدروا نخرجوا من المكان هذا ان شاء الله فيها خير اذا قدرنا نخرجوا اللهم بارك اذا ما قدرناش نزيدوا مناتوا ليله واحده اخرى لهنايا. أما بالنسبة للطريقة الثالثة لعملية التنقيب عن الذهب اللي قلت لكم عليها هي حفر الآبار والحسيان وهذه مكملة للطريقة الأولى اللي هي الطريقة البدائية اللي تشوفهم يحفروا بيديهم باش يلقاو هذاك العرق هذاك ومعاه اللي يهبطوا إلى أبعد نقطة ممكنة باش يخرجوا الذهب. ذاك هو العرق شفتو هذا هو اللي تبعوه تقدر تلحق حتى 50 متر نعم حق 100 متر 100 متر ما دام يعطي ذهب تمشي معاه الى اقصى نقطه ممكنه بعد نقطه ممكنه. بالنسبه لنسبه الذهب في هذا الحسيان هذول الاثنين ما يمكن ضعيفه حجره عرقه شوف هذه حتى لها بالصفه تشوف فيها ذهب هذه لو كنت يعني تدرسها تطحنها هذا العروق هذو نحيتهم من الحسيان هذه حق ما قلت لي كاين طريقتين كاين حسيان اللي حفروهم الموريتانيين راي اللي يجوا كيما هذا يجوا يعني اعراض حتى لا يتجبر عرق ايوه هاك كي يكون العرق هاك تجهر هاك تمشي معاه هاك تاكل حجره هاك لما الحجره تدخل نقر ها في الارض تجهر مليون وتاكل كل ما جهرت كل ما وسع وسع وكل ما وسع كل ما راك في خطوره باش يعاود يترقى كل ما صعاب جهرته بدل من الماليين لا يعدلوا يجهروا هم بريقة هما يعني يديروا يعني ثقبة ثقبة صغيرة ويجهروا قاضي يهبطوا يعني لما يوصلوا للعرق يمشوا معاه كيف يبقوا تسمى يهبطوا في العمق يهبطوا يعني حوالي 20 30 متر على حسب العرق حسب وبعدها يمشيوا يمشوا كيف يبقوا شغل نافق نافق انفاق يعني يعملوا انفاق حق بعض هذا الحاسب وهذا وذوك 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 كاملين مجابرين مجابرين يعني طيب بيناتهم الرياح الاكسجين كاين الاكسجين تما هادو تعملوهم باش يدخل الهواء الهواء بيناتهم كاملين حقبة. الناس اللي تخدم هنا عطوني واحد المعلومه على بيه حبيت نتكلم على البير هذايا قالوا لي اللي كانوا يحفروا فيه واحد منهم توفى ربي يرحمه ويوسع عليه كيفاش توفى كيهبط لتحته باش يستخرج هذيك الحجاره اللي فيها الذهب حصل لتحته وتخيلوا انتم على عمق 60 متر الاكسجين ما كاش وما قدروش حتى يجبدوا الجثه تاعو على جال هذا السبب هذا رمي ردموا في البير هذايا ورموا كامل التراب لتحته وماشي غير في البير هذا اللي ماتوا عباد بزاف ابار اخرى اللي توفوا فيها وما قدروش حتى يستخرجوا الجثه تاعهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم باش تعرف خطورة هذا العمل هذا ربي يقدرهم على العمل اللي راهم يديروا فيه هكذا تقدر تحطها في راسك تشوف. وبعد ما شفنا كل التفاصيل المتعلقة بالطريقة الثالثة للتنقيب طلبت من احد المنقبين باش ياخذ معه الكاميرا داخل البئر ويعيشنا معاه التجربة من تحت الارض. فقط نصيحة للناس اللي عندهم رهاب الاماكن المغلقة او الكلوستروفوبيك ما ننصحكمش باش تشاهدوا هذا المقطع.
بسم الله توكل على ربي. هكذا راهي فيديو هذا. ايوه تصور هي راسها، تصور حتى ومتعاود تطلع. اسكم عسكم الاحزاب. والله رائع. تخيلوا بعد ما ينزل عمق 26 متر من دون استعمال معدات السلامة، في بعض الأنفاق يزيدوا يحفروا أفقيا مسافات طويلة، وكل هذا من أجل اتباع العرق اللي تكون فيه نسبة لا بأس بها من الذهب. نهارك بالمنيكاني وكل جارة تعتبر عينة من معدات المنقبين الجد بسيطة، واللي استعمالها يتطلب جهد بدني كبير، خاصة مع نقص الأكسجين في أعماق الأرض. وأخطر شيء اللي ميزته في هذا المكان بعد نقص الأكسجين هي تساقط الأحجار من فوق رؤوس المنقبين. صراحة مجرد سامع صوت الأحجار هذوما تحسوا كأنكم محصورين في هذا المكان الضيق اللي يصعب الخروج منه. لا أترو بس محل يطلع حاسم، ما عندي شي دايره فيه. تميت دايره على راسي، مين طاحت تحت، انا واقف فوق الصور الحجار، مين طاحت بقى لي كامل مولم، ما تتنار قاعد نعد الشقه. الحمد لله الحبل قريب مني، حكمت توكم قاعد فمكم. تتنفس عادي لتحت؟ عادي الله يبارك. 26 دقيقة تحت الأرض، 26 دقيقة تحت الأرض عادي، 27 الله يبارك. والله في نعمة. مازين هون؟ مازين هون. طولت شوية عليكم. إن شاء الله. أنت لا مازين تقول هون؟ أيوه أنا هو. عندي ربع أيام وأنا هنا. قاه. والله ربع أيام. أربع أيام هون. ربع أيام هون. أصبحت منكم. إيه. وقلنا نبدا نشتغل معاكم. إذا كاين ما كان نشتغل معاكم أنا هنا. الله الله يحسن عليكم. ذهب ما لقينا هون. ما كانش ذهب هون ولا؟ إيه ذهب. أني نتعلم. تتعلم؟ أني نتعلم. والله. أنا كنت اللي أحفر هاي، حفر هاي. هاد الأكياس هذوما نجبدهم من تحتها. هنا يطلعوهم هكذا. هذوما السيكان اللي تاخذوهم من الشامي يطحنوهم ان شاء الله. نهاية رحلتنا في المكان هذا اللي يسميوه قرارة السنين، جازت تجربة تاع 4 أيام الحمد لله. على كل حال حاولت نعيشكم كامل طرق تنقيب الذهب. بعد ما شفنا كل طرق التنقيب حان الوقت باش نرجعوا لمدينة شامي وناخذوا معنا هذه الأكياس المحملة بالحجارة. لكن قبل ما نشوفوا عملية الطحن راح نزوروا أحد أهم وأكبر مجاهر التنقيب في موريتانيا. بعد ما قضينا ليلتنا في شامي انطلقنا مباشرة نحو المكان اللي يتمركز فيه أكبر عدد من المنقبين التقليديين في موريتانيا، واللي بعد شمال مدينة شامي بحوالي 80 كيلومتر في قلب الصحراء. الله يحفظك ربنا. يا الله يا كريم، مرحبا بكم في سبيبيان. Yeah.
وهذا الحاسم شحال فيه المترا؟ 27 27 متر ناقصه زال تحت ان شاء الله تلحقوا عرق مليح فيه نسبه مليحه فيه نسبه مليحه ان شاء الله وهذه هي وشنو الرواحه مروحيه وهذه تدخل الاكسجين لتحت اي والله شحال من عامل راهو لتحت اي والله كاين واحد فقط كاين الاكسجين قليل لتحت بهذا تعاونوه باش يلحق له الاكسجين اكثر الله الله يحسن عونكم السلام عليكم قساوة الظروف المعيشية ومعاناة المنقبين اللي شفناها لمدة 4 أيام في متجر قرارة السنين صراحة لا تقارن بالأوضاع اللي شاهدتها في متجر سبيبيرات اكتضاض كبير في مكان صغير وخاصة تقارب الآبار فيما بينها تخيلوا بين بئر وآخر كاين حوالي نصف متر فقط ويوجد مئات الآبار كما راكم تشوفوها في هذا الفيديو وهذا الشيء اللي يشكل خطر كبير على حياة المنقبين وبالخصوص مع نقص معدات السلامة وفي الكثير من الأحيان ينهاروا الآبار هادو والعمال بداخلهم هذه البلاصه هي اللي طاح فيها الفجر مات فيه واحد مات فيه واحد هنا ماتت فيه سبعة أشخاص توفوا هنا سقط عليهم يعني الحاسي كله تدمر كله تدمر ربي يرحمهم هنا كلهم هذا ما استطاعوا حتى يخرجوا الجثث تاعهم ما استطاعوا الا شخص واحد واحد رجع حي خرج حي نعم الحمد لله ربي يرحمهم ويسعدهم خمسة أيام وهذا جانب صغير من المخاطر اللي يعيشوها يوميا منقبين الذهب من أجل استخراج الحجارة من أعماق الأرض سعيا للعثور على المعدن الأصفر من سبيبيرات مباشرة لأكبر مطحنة في موريتانيا بسموها القرياز جاية في الشامي هنا اللي تكون المرحلة الأخيرة اللي هي تصفية هذيك الحجارة اللي يجبدوها من العرق تحت الأرض يجيبوها لهنا يطحنوها وبعدها يستعملوا زئبق باش يخرج الذهب وأول ما نقوم به بعد ما نأتي بأكياس الحجارة هي طحنها بوسط هذه الآلات وكل آلة تحتوي على 4 أكياس وتطحن بالماء ويضاف إليها كمية معتبرة من الزئبق لمهمته الأساسية جمع الذهب وفصله عن معادن الأخرى تلحق حتى مدة 4 ساعات وهي الدور هكذايا وبعد ما تحبس الماشينة هادية كما هنايا واش يديروا الماء اللي راكم تشوفوا لهنايا يخليوه يخرج من واحد تيواته من اللور الحجر هذاك شوفوا كيفاش يولي يولي شغل رطبة الرملة رطبة وهذاك الرمل الرطب هذاك هو اللي فيه الذهب دلو هذا اللي كنتم تشوفون فيه هو اللي رمي عمرو فيه هذاك الرمل الرطب هذاك اللي خرجوه من الحجارة هذه وهذا الدلو هذا هو اللي راح يتصفى باش يخرج منه الذهب وهكذا لحقنا المرحلة النهائية اللي هي عملية تصفية هذاك الحجر اللي ولا رمل رقيق وبعد التصفية اللي راح يخرج الذهب الماء هذا فيه زئبق والزئبق يعني يخلي الذهب وحده بعد ما يكرر هذه العملية عدة مرات في الأخير يبقى داخل الإناء إلا الذهب وبعض من المعادن الأخرى وباستعمال قطعة قماش يصب الماء الذي يحتوي على الزئبق بداخله لكي يعزل الذهب على المعادن الأخرى وفي هذه الحالة لسوء الحظ لم يكن من نصيب الذي يملك البئر كمية كبيرة من الذهب فمن مجموع 4 أكياس تحصل فقط على 4 غرامات لكن تبقى له أكياس أخرى التي يمكن أن يستخرج منها كمية معتبرة هذا هو الزئبق اول مره اشوفه في حياتي كيفاه يلفدو هادي سبحان الله سبحان الله تخيل شحال في هذا من غرام دخل 400 ل 500 غرام شحال تقيل سبحان الله مابقاش نستنى هكذا والله يا ما هذا هو الزئبق شفتوا كامل واش عشنا من بداية الفيديو حتى لهاد الدقيقة هذه كامل هاد شي من أجل هاد الذهب اللي راهو بين يدي الخام تعب هذا كامل اللي شفناه على جال هاد الجرامات وتخيلوا في بعض الأحيان تعب هذا اللي شفتوه كامل وفي الأخير ما يخرجوش بالذهب لكن الناس اللي عندهم زهر واللي يكتب لهم ربي رزقهم في هذاك الحجر يلقاو هذا الذهب الخام هذا كم من الكارة؟ شو؟ هذا شو؟ هاي ها كارة هاي
عيار 21 21 هاي صغيرة صغيرة صفر أكثر من الأخرى أكثر من الأخرى عيارة 22 الذهب هذا اللي شفتوه راح تتم عملية جمعه يولي يعني واحد يكون جمع واحد عود أكبر أيوة طريقة التجمع هكذا تحرقهم هاي قالوا براس وش في هذاك هكذا كبرت والله ايوا وزنوه ونشوفوا شحال يخرج يا الله يا كريم ايوا بسم الله 4 غرامات 3 بيشات و4 سلقند حفظت العمليه 4 غرامات 3 بيشات هي 10 بيشات كي نجمعوا 10 بيشات هي غرام طبعا وكي نجمعوا 10 سلقندات هي بيشه بيشه ايوا وغرام يريح غرام تسمى هذا اللي تحت الغرام يحسبوه هكذا كيما بدات الفيديو في هذا المكان لحقنا نهاية الفيديو تخيلوا من هذا المكان طالقت عندها أسبوع عشنا التجربة هذه تاع تنقيب الذهب من البداية حتى النهاية ربي ورحمته كانت تجربة هايلة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالتجربة هذه أنا حاليا في منطقة الشامي مازلنا نعود نولي لنواكشط من نواكشط نروح لمكان آخر نعيش تجارب أخرى إن شاء الله وربي يحفظكم على كل حال كي لحقتوا نهاية الفيديو وتحية لخويا يحيى اللي راهو معايا أنا حاليا ربي يحفظك خويا ربي يجازيك على كل حاجة اللي درتها معايا والمعاناة اللي عشتها معايا الله ينورك شكرا وانتم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله الطريق مازال طويل ان شاء الله في افريقيا